من بين الأنشطة اللي كينصحوا بها الأطباء مرضى ديال السكري باش يزاولوها هو الرياضة، على الأقل نصف ساعة كل يوم. هذا النهار غادي يكون معنا كتولة باش ديروا معنا شوية ديال الرياضة. على الأقل نصف ساعة ديال المشي، الإنسان خصو يتمشى باش يحرق هذاك الخزان ديال الجليكوجين اللي عنده في الفوا ديالو، في الكبدة ديالو، باش ينقص ليه الجليكوز، النسبة ديال الجلوكوز في الدم اللي ما خصهاش تتجاوز أقل من 21 غادي ندوزو الآن إلى الغابة بعد التمارين الرياضية. ندخلوا للغابة كما تشوفوا، نحاول نديروا بعض التمارين الرياضية، ماشي تمارين في الحقيقة، تمشي بشي شوية.